مثل ما قلنا في السابق، أنا لا أظن بأن التغييرات سوف تمس المنتخب الوطني لا لشيء سوى أن هذا المنتخب يعني كحوصلة فاز بمعظم المباريات وتعادل في البعض وخسر في القلة القليلة. لذلك أنا لا أرى بدا من تغيير هذا المنتخب الذي يفوز، والمقولة تقول أننا لا نغير الفريق الذي يفوز دائما، وبالماضي كان يفوز دائما عدا مباريات اثنتين في كأس أمم إفريقيا ومباراة الكاميرون على مدار ثلاث سنوات. أربع مباريات في مشوار هذا الناخب الوطني الذي أرادوا اليوم أن يوهموا لنا بأنه خسر كل المباريات. لذلك أنا لا أتوقع تغييرات كثيرة عدا ربما اكتشاف مباراة الكاميرون اللي هو طوبة، سوف يحجز مكانة رسمية من الآن فصاعدا هذا اللاعب، بالإضافة إلى غياب عطال الذي حان الأوان أن نبحث عن مثل ما قلت خليفة عطال وخليفة خليفة عطال. لأن يعني عطال أظن بأنه أثبت بأنه لاعب موهوب، لكن الجانب البدني زجاجي مثل ما قال محمد. فيما يخص غيابات محرز، إذا كان آدم والناس يتمتع أيضا، هو أيضا يعاني من كثرة الإصابات، إذا كان آدم والناس في الفورمة أنا أظن آدم والناس سوف يكون أساسي على الأقل في يعني كلاعب في بداية المباراة. كرأس حربة أظن بن سليماني وعمورة كجوكر، الجهة الأخرى بليلي يعني هذا مكانه ولا أحد يضاهيه في ذلك. لك إبراهيمي في منصبه. في وسط الميدان أنا رأيت بأن يعني يكون بن ناصر، يعني لا أحد يناقش مكانة بن ناصر في المنتخب الوطني. في اللاعبين الآخرين إما بوداوي أيضا وزرقان أو زروقي. أنا أتمنى أن يدخل زرقان حتى يعني يصمت الجميع ونرى زرقان في 90 دقيقة وماذا سوف يقدمه زرقان، لأن أيضا هذا اللاعب موهوب. وعندما كنا ضد إقحام زرقان في مباراة الكاميرون لسنا ضد زرقان وقيمة زرقان. زرقان لم يأتي دوره بعد، ربما في هذه المباراة وفي قادم المباريات هي صحيح. الآن فترة زرقان، وعلى بالماضي أن يمنح لهذا اللاعب فترة لاعب كبيرة حتى نرى ما يقدمه هذا اللاعب الموهوب، ابن اللاعب الموهوب أيضا. لذلك التشكيلة مثل ما قلت في وسط الدفاع، ربما تجاوزت الخطوط وذهبت إلى الهجوم مباشرة، أنا أرى يعني ماندي وبدران أو يعني يقحم بن سبعيني في الوسط وطوبة يحافظ على الرواق. هذه التشكيلة المتوقعة مع الإبقاء على مبولحي، لأن مبولحي لم يكبر في السن عكس صحيح. ما يقال في البلاطوهات، حارس المرمى يستطيع مبولحي أن يلعب كأس العالم القادمة وما بعدها.